للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، بعد التحية، رسائل عدة من السيد الرئيس اليوم خلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي السنوي للصناعة، كيف قرأته؟ يعني مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. النهارده كانت رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطعه وحازمه ومطمئنه. الرئيس اراد ان يطمئن يعني الشعب المصري والمصريين وابنائه في كل مكان منه، يعني اطمئنوا، مصر لا تمس. هذه جمله يعني قويه من قائد قوي بحجم قوه الدوله المصريه. مصر القوية تعيش، في نفس الوقت تبني، تنخرط في استكمال البناء، لا يوقفها أي شيء. السيد الرئيس حرص على أنه يعني إحنا في اطمئنان، مصر اطمئنوا يا مصريين، وفي نفس الوقت اشتغلوا وصلوا اشتغلوا مارسوا أعمالكم اليومية، وظائفكم، كل شيء، ابنوا، شيدوا، استكملوا كل مشروعاتكم. وفي النهاية أكد سيادته على أنه مصر حريصة جدا على لعب دور إيجابي في إطار أن فهم الاستقرار مهم جدا للمنطقة وللدولة، وأنه مصر دائما تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية. والسيد الرئيس أيضا أشاد ورحب بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي لوقف النار في غزه باغلبيه الدول الاعضاء، ويعني حرص على تسجيل التقدير لهذا القرار الصادر من الجمعيه العامه. وفيما يتعلق ايضا برساله مهمه يعني استوقفت السيد الرئيس، وتحدث بثقه كبيره على انه اسقاط طائرتين مسيرتين في طابا ونويبع بشبه جزيره سيناء، ده يعني السيد الرئيس قال انه سيادته حذر من اتساع دائره الصراع ايا ما كان المكان القادمه منه. نعم، لكن في نقطه واضحه اشار ايضا السيد الرئيس على اهميه ضبط النفس وعدم الاندراج وراء اي افعال ربما تودي الى ردود فعل أسوأ او تجعلنا في مأزق كبير. يعني بالتأكيد هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها السيد الرئيس على ضبط النفس. يعني في تفتيش الحرب، لو حضرتك تذكرتي معنا قبل يومين، أكد السيد الرئيس على ضرورة ضبط النفس وعدم التصرف تحت يعني الحماسة أو الغضب، لأنه هذه التصرفات لها فواتيرها ولها يعني ثمنها ولها نتائجها، ولا يجب انه يعني التصرف بتسرع او تحت اي تاثير على الاطلاق، لانه مصر دوله وازنه ودوله مسؤوله تعرف متى وكيف واين تتحرك، ويعني هي قادره بشكل قوي وبشكل حقيقي على حمايه ارضها وحمايه شعبها والحفاظ على أمنها القومي. ويعني هذه المسألة لا لبس فيها، ولكن أيضا خلينا أكد لحضرتك على فكرة تحذير السيد الرئيس من اتساع الصراع في 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 المنطقة والإقليم، لأنه اتساع الصراع يساوي خسائر فادحة ويساوي الدخول في نفق ربما يصعب الخروج منه فيما بعد، او ربما تكون نتائجه يعني فوق الاحتمال. وبالتالي السيد الرئيس منذ اللحظه الاولى دق ناقوس الخطر واطلق تحذيرات الى كل الاطراف يعني الفاعله او كل الاطراف المتعلقه والمتماسه بشكل مباشر او غير مباشر مع الصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. نعم، لكن أستاذ جمال دعني أتحدث معك أو أسألك تحديدا عن كيفية الخروج من عنق الزجاجة. إسرائيل تتمادى بقوتها في قمع الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. الأمم المتحدة خرجت بالموافقة على المشروع العربي ولم تتحرك إسرائيل استجابة لوقف فوري لإطلاق النار. برأيك ماذا سيكون عليه الحال في اللحظات القادمة أو الساعات القادمة؟
يعني لا يوجد حرب ليس لها نهاية، ولكن يعني الحرب، وأيضا هذه جملة السيد الرئيس، الحرب التي ليس لها هدف ستكون حرب عبثية. في نهاية الحروب دائما ما يحدث الجلوس على طاولة التفاوض، ويعني تلتقي وجهات النظر، تتقارب، تتباعد، لكن لابد أن تكون هناك في نهاية للحروب، وأيا كانت حجم الخسائر لدى طرف أو آخر فلا بد من وقفة، وهذه الوقفة يعني ستكون على مائدة سياسية ودبلوماسية، يتم التفاوض حول هدنة، حول وقف إطلاق النار، حول يعني إفراجات عن أسرى، رهائن، تبادل الإفراجات ما بين الجانبين، أيضا بالتوازي أنه الدولة المصرية، وهذا ما أكده السيد الرئيس، يعني تقوم بأدوار مهمة جدا وتلعب أدوارا مهمة ربما لا يعني من غير المتاح الآن الإصفاح عنها لحين الانتهاء منها بشكل حقيقي وإعلان نتائجها، وبالتالي ستفضي هذه المحاولات المصرية والجهود المصرية إلى نتائج إيجابية قد تقود إلى نمرة واحد، يعني إدخال المساعدات بالشكل الذي يناسب 2.3 مليون في قطاع غزة، أيضا قد تقود إلى التهدئة، قد تقود إلى وقف العنف، وفي النهاية في المجمل الثابت لدينا ولدى الدولة المصرية ولدى القيادة السياسية المصرية ليس هناك حل على الإطلاق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 67 عاصمتها القدس. هذه هي الثوابت المصرية والعربية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربية.